ولكن أنا لا أتمن تصريحات أو عقد ندوة صحفية للتكلم على نكسة الماضي. هو تكلمنا نحن كمحللين والناس التقنيين وأنتم كصحفيين، كلنا تكلمنا ونعرف جيدا أسباب نكسة كأس إفريقيا، نعرفها جيدا. ربما الندوة الصحفية راح تكون أو لا تكون، هي لا تسمن ولا تغني من جوع، أو بي أو بي بشكل آخر. أمين، في حالة ما إذا تأهلنا إن شاء الله إلى المونديال بعد مواجهة الكاميرون، حتى واحد ما راح يتفكر كأس إفريقيا. وفي حالة ما إذا خسرنا لا قدر الله أمام الكاميرون، نزيدوا نكسة على نكسة ونعذروا عليهم في زوج خطرة واحدة.